والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا لكم محمد ودينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. استمراراً لجهود تطوير العلاقات المصرية العراقية المشتركة، انطلقت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثانية من اللجنة المصرية العراقية المشتركة، وتختتم اجتماعات الخبراء غداً الأحد قبل أن تنعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري، ثم تختتم الاجتماعات بانعقاد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين، وتشهد التوقيع على وثائق التعاون المشتركة، حيث يتباحث الخبراء من الجانبين ملفات التعاون المشترك ووثائق التعاون المرتقب في مختلف المجالات، بما يعزز جهود التنمية المشتركة في البلدين. شهد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا ووزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة توقيع اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين في العاصمة الأردنية عمان. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن توقيع الاتفاقيات يأتي تجسيدا لقوة التعاون والتكامل القائم بين البلدين في قطاع الغاز الطبيعي، وما يشهده من تطور مستمر يعود بالنفع على كلا البلدين، وخاصة أن القيادة السياسية في القاهرة وعمان وفر دعما قويا للتكامل المصري الأردني الذي يحقق الاستغلال الأمثل لمقومات البلدين والمنافع المشتركة من البنية التحتية وشبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين البلدين. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط لتسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي، مع تنامي المخاوف المتعلقة بنمو الطلب بعد قرار تحالف أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.5% لتسجل $74.79 للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.6% لتسجل $70.17 للبرميل. وتراجعت كذلك أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.7% لتصل إلى $2.36 للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.17% لتسجل $2.25 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة فيتش لتصنيف الائتماني خفض تصنيف تونس الائتماني إلى درجة CCC- الدنيا. هذا واعتبرت الوكالة أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة، في إشارة إلى وجود عجز مالي فادح في الخزينة التونسية. وبررت فيتش ذلك بما وصفته بالنقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي ويزيد الضغط على الاحتياجات. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة مرة أخرى إلى محمد ودينا. إليكم. شكرا لك سارة.